اهلا بحضراتكم من جديد. احنا عارفين ان منتخبنا الوطني المصري بيواصل استعداداته لمباراتي ليبيا يوم 8 و11 باذن الله تعالى. المحترفين او بعض المحترفين هينضم النهارده لمعسكر المنتخب، والاستعدادات هتفضل مستمره باذن الله لحد المباراه الاولى اللي هتكون في القاهره امام ليبيا ان شاء الله. نتمنى فيها كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، لكن في المقابل عايزين نعرف اخر اخبار وتفاصيل وكواليس المنتخب الليبي اللي بيستعد بكل قوه لهذه المباراه او للمباراتين دول قدام منتخب مصر. فعشان كده خليني اخد على الهاتف سريعا من ليبيا الاستاذ سراج الكرشيني الاعلامي الليبي الكبير. يا استاذ سراج مساء الخير عليك. مساء النور استاذ امير، تحياتي لك وكل طاقم العمل في قناه الاهلي المصري وكل الشعب المصري الشقيق. اهلا بك، منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. في البدايه طبعا عايز اعرف من خلالك يعني كيف يستعد المنتخب الليبي للمواجهتين المقبلتين امام منتخبنا الوطني المصري، وماتشين طبعا مهمين جدا في اطار المنافسه على بطاقه التاهل للمرحله النهائيه من تصفيات كاس العالم. بالضبط استاذ امير، المنتخب الليبي متواجد في تركيا في الفتره الماضيه. هو طبعا هذه المره الثانيه اللي هم يتواجدوا في تركيا في الفتره الاخيره بامر من السيد كليمنتي، ربما نظره يكون اغلبها يعني من خلفيه ان في نظر السيد كليمنتي ان الاخوه الاقصى، وايضا الامور اللي هو شايفها في المعسكر يرى انها مناسبه جدا لطبيعة عمله وأيضا للشغل اللي هو حيقوم به. وشاهد الشارع الليبي في مواجهة الجابون وأنغولا حققنا 6 نقاط، والمطلوب في كرة القدم دائما هو تحقيق الفوز بغض النظر عن نقطة أن كانت ربما مفاجأة أيضا لبعض، أو خلينا نقول في شريحة كبيرة من الجمهور الليبي، لكن عامل التوفيق أيضا ممكن كان في صفنا، إضافة إلى في عزيمه واصرار لدى اللاعبين اشتغل عليها في العامل النفسي المدرب بشكل كبير. يقوموا بتحضيرات، الوقت ضيق جدا لم يسمح لكليمنتي او اللجنه الاداريه في الاتحاد الليبي لكره القدم لتنظيم مباراه وديه كما مثلا على سبيل المثال عملت مصر مع ليبيريا في اليومين الماضيات. اكتفى الطاقم الفني الليبي بالتحضيرات وفي انتظار موعد الرحله في الفترة القادمة إلى مصر لمقابلة المنتخب المصري في الذهابين. إمتى يوصل المنتخب الليبي للقاهرة بإذن الله؟ هو الأمانة يعني الموعد بالتحديد يعني ما ركزتش عليه أنا مثلا في دراية الأخبار، لكن مؤكد أنه قبل المباراة ب 48 ساعة يعني. طيب هل في غيابات في صفوف المنتخب الليبي سواء على صعيد اللاعبين المحترفين أو اللاعبين اللي ممكن يكونوا نتاج الدوري المحلي؟ هو القائمة اللي تواجدت أمام الجابون وأنغولا بنسبة 100% هي نفس القائمة الموجودة في الفترة الحالية. كان في مطلب من الشارع الرياضي بعد ما حققنا 6 نقاط أن عندنا لاعبين موجودين في أوروبا ولهم فترة لم يتم استدعائهم، في منهم من قرر أيضا الاعتزال وحاول الجمهور أن يؤثر والمسؤولين في الرياضة يؤثروا على عودتهم من جديد، من ضمنهم وعلى رأسهم نجم نادي كروتوني الإيطالي اللاعب الخبير احمد بن علي مواليد 92 وعنده الخبره والامكانيات اللي ممكن تساعد منتخب ليبيا، لكن السيد كليمنتي اصر انه بيشتغل ضد القائمه يعني. طيب كيف استقبل الجهاز الفني المنتخب ليبيا خبر استبعاد 2 من ابرز اللاعبين أفشة وشريف؟ مفاجاه اكيد بشكل كبير جدا، استقبلوا الخبر ده ازاي؟ نعم مفاجاه كبيره جدا يعني. كل اسم فيهم له وزن في المكان اللي هو يلعب فيه. أفشة يعني لاعب خبره، لاعب يعني شهدناه حاسم في السنوات الاخيره مع نادي الاهلي المصري، لاعب له وزن في منتخب مصر. محمد مجدي والاخر ايضا مهاجم، يكفي انه سجل هدفين في ليبيريا في اليومين الماضيات. يعني امر غريب جدا اللي شافه كيروش. طبعا هو كل مدرب عنده نظره معينه، ما تقدرش انت تدخل في تفاصيل اسباب اعتماده على اسمين فقط في خط الهجوم طبعا. 4 حراس لا يعني نحن طلعنا على الاخبار كاعلام وصحافه ومركبات لها علاقه بكره القدم في ليبيا، طلعنا وفي علامات استفهام كثيره يعني. مفاجات بكل تاكيد. تمام. استاذ سراج انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذ سراج الكرشيني الاعلامي الرياضي الكبير اتكلمنا معاه عن كواليس استعدادات المنتخب الليبي لمباراتي مصر في تصفيات كاس العالم، ان شاء الله باذن الله منتخبنا الوطني يكون موفق فيهم. خليني اروح لتفاعل حضراتكم ومشاركاتكم معنا من خلال سؤال حلقه النهارده اللي بيتعلق برايك في القرار الخاص ب
ان الدوري يكون بشكله الطبيعي في الموسم الجديد. تالين حمدين قالت ايه؟ قال تفكير تقليدي في ظروف غير طبيعيه، عندها حق، سندفع ثمن او هيدفع ثمنها اللاعبين والاهلي سيكون اكثر متضررين. للاسف ما فيش حد بيفكر لمصلحه الكره المصريه. تمام، خلينا كمان ناخد ايهاب اللي قال كنت بفضل دوري الدور الواحد او المجموعتين، بس للاسف اغلب الانديه رافضه لمصلحتها. اكيد ده امر مؤكد، لكن ما حدش بص للمصلحه العامه في الحقيقه. محمود عبد العزيز قال هو ايه الجديد في كده؟ احنا بقالنا كذا موسم بالشكل ده، المشكله مش في عدد المباريات ولا دور واحد او دورين، المشكله في سوء التنظيم والاداره، نتمنى ان يتم تدارك الاخطاء فيما بعد. ابو فريد قال قرار خطا مليون في المية كمان، فواضح ان ناس كتير جدا كانت ضد هذا القرار، لكن في كل الاحوال هو قرار اتاخد خلاص وبقى امر مسلم بيه، والدوري السنه الجايه بالشكل الطبيعي. نتمنى ان الامور تمشي بشكل جيد، ما يبقاش فيه تاجيلات كتير عشان تقدر تخلص في 30 اغسطس، ومن ثم تقدر تعالج المشاكل اللي عندك في تنظيم الدوري فيما بعد ان شاء الله باذن الله تعالى. نتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى للنادي الاهلي باذن الله ان هو يستعيد هذا اللقب الغالي. دي كانت تفاعلات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند ليس لدينا الجديد، وغدا كل المزيد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.